الحائض تجنب أو الجنوب تحيض. الحائض تجنب بأن يقوم الزوج بملاعبتها فتجنب، ليس بالضرورة الوطن، ليس بالضرورة أن يطأها زوجها حتى تجنب، قد تكون حائضا وتطرأ الجنابة والحيض، وقد تكون جنبا ويطرأ الحيض عليها، وكذلك الحائض لها يمكن أن تجنب. أما إن اجتمع الواجب من الغسل مع ما ليس بواجب كالجنابة مع غسل الجمعة فقيل يجزئه، وهو مذهب مدونة، بمعنى إذا اغتسل غسلا واحدا للواجب مع ما ليس بواجب. وقال ابن عبد السلام: الأظهر أن المكلف مطالب بغسل الجنوبة بغسل الجنابة بغسل الجمعة، ولو نوى الجنابة ناسيا للجمعة فيجزيها عن الجنابة ولا يجزيها عن الجمعة، ولو نوى الجمعة ناسيا للجنابة فلا يجزيه عن واحد منهما. هذا قول ابن القاسم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ووجه عدم الإجزاء في ذلك أن من شرط غسل الجمعة حصول غسل الجنابة. من اعتقد أنه جنب فاغتسل ثم ظهر أنه لم يجنب فهل يجزئه هذا الغسل عن الوضوء أم لا؟ قال المازي: يجزئه، ونية الأكبر تنوب عن الأصغر. وأما إن كان الغسل واجبا غير واجب كغسل الجمعة على يدين فلا يجزئ عن الوضوء، وعليه وضوء مستقل غير عن الغسل غير الواجب. إذا كان المسألة مش مفهومة قولوا لي مفهومة. واضح. إذا هذه مسألة الفرض الأول هو النية، الفرض الثاني هو الفور وهو الموالاة، وهذا تقدم في الوضوء، فيجب ابتداء ودواما يجب بالذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان. فمن أخل بشرط أو بركن الموالاة ففرق بين أعضاء الغسل عامدا حتى طال الوقت أعاد غسله من جديد. الفور يعني يشمل الترتيب والسرعة في الإنجاز. الفور يشمل مش الفور مش الترتيب. الفور يشمل أن يأتي بأعضاء الغسل مثالا في فور واحد، أن يغتسل في فور واحد دون تفريق بين في الغسل. الترتيب مسألة أخرى. طيب. يعني الموالاة ما فيش ترتيب. لا، تعني أن يقوم بالعبادة في فور واحد، في وقت واحد. فإن فرق عامدا وطال الوقت عاد غسله من جديد، وإن فرق عامدا ولم يطل الوقت أجزأه، وإن فرق ناسيا أو عاجزا فكما تقدم في أحكام الوضوء. الفرض الثالث تعميم ظاهر الجسد بالماء. تعميم ظاهر الجسد بالماء، فيجب تعميم غسل جميع الجسد، ويجزئ في التعميم أن ينغمس المكلف في الماء أو يصبه على جسده ويتدلك، كما يجب تدلك نافله، كما يجب متابعة مغابن المحافظة عليها كالإبرة والرفغ بين اليتين، لأنها مما ينبع عنها الماء في العادة، ومما يغفل عنه الناس كذلك. دليل وجوب تعميم ظاهر الجسد بالماء حديث السيدة عائشة قالت: كان إذا اغتسل من الجنابة أي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. فالفرض الثالث تعميم ظاهر الجسد بالماء دون باطن الجسد، لأن المضمضة والاستنشاق هذه ليست من فروض الغسل، إنما هي من السنة. رابعا الدلك، وقد تقدم كذلك الكلام عليه في الوضوء، لكن الفرق بين الوضوء وبين الغسل أنه في الوضوء ذكرنا أنه إذا تدلك بظاهر يده فإن ذلك لا يجزئه، أما في الغسل فلو أن يتدلك بظاهر يده وليس فقط بباطن اليد، ولو أن يتدلك كذلك برجله. فإن لم تصل يده لبعض جسده فهل يتدلك بفرقة أو حبل ونحوهما؟ وصل ما عسل بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، أو يستنيب غيره أو يسقط الفرد. أقوال: إن كان المعجوز عنه ما بين السرة والركبة دلكه بحبل أو فرقة ونحوهما، أو استناب غيره على دلكه ممن يجوز له استنابته
كالمباشرة كزوجتي، وإن كان المعجوز عنه فيما غير بين السرة والركبة جاز له أن يوكل على ذلك أجنبيا، وهذا هو المشهور وهو قول سحن. وقيل إن لم تصل يده إليه ما أو ما لم تصل يده إليه يسقط وجوب دلكه، وهو في الواضحة وهو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو الذي تؤيده عموم الأدلة من دفع الحرج ودفع المشقة، وتشهد له القواعد الفقهية بالاعتبار كقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع الضرورة. يسيل عليه الماء ويزيه ذلك. دليل وجوب الدلك القياس على الوضوء في وجوب الدلك، وأن معنى الغسل في اللغة يقتضي الدلك، فمن لم يفعل غير صب الماء لا يسمى غاسلا بل يسمى صابا للماء أو منغمسا فيه. الفرض الخامس تخليل الشعر، تخليل الشعر سواء كان كثيفا أو خفيفا، وسواء ذلك في شعر الرأس أو في غيره، وصورته أن يضمه ويجمعه ويحركه ويعركه عند صب الماء حتى يصل الماء إلى البشرة، لحديث عائشة رضي الله عنها في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه غرفات بيده. هذا بالنسبة للتخليل، فيجب تخليل الشعر وهو لإيصال الماء إلى البشرة أو إلى جلدة الرأس. لا يجب على المرأة حل عقاصها، العقاص هو لا تضكي ظفار، أما العقاص هو تحطها كهكك عبور على رأسها، العقاص لا يجب عليها تكتلفه، لا يجب عليها حل عقاصها إذا كان مرخوا، بحيث إذا صبت الماء يصل الماء إلى البشرة، فإذا كان مرخوا لا يجب عليها حل عقاصها. أما إذا اشتد مضفور شعرها أو ظفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر، فيجب حينئذ حله، والرجل والمرأة في ذلك سواء. فالأصل هو تخليل الشعر. دليل عدم النقض، عدم نقض المرأة شعرها، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحتين على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين الماء أو ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. فالمرأة لا يجب عليها أن تحل ضفائر شعرها ولا أن تحل عقصها إذا كان شعرها مرخوا بحيث يصل الماء إلى البشرة، وإلا وجب عليها حل ضفائرها و حل انقاص شعرها حتى تصل بالتخليل او توصل الماء الى البشرة. كل شعرة من جنابة، لا اعرف صحة الحديث، لكن موجود انه تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. هو كيفاش من العمود ما يشوفش الصدر؟ لا لا، المهم ان يكون مرخوا، كي يكون مرخوا تجي تعمل كناك فيتخلل شعرها فيصل الماء إلى البشرة، فيصل الماء إلى البشرة. يستثنى من مسألة تخليل الشعر العروس التي تزين شعرها، فليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال، ويكفيها المسح عليه وغسل بدنها، فإن كان على بدنها كله طيب ونحوه سقط عنها فرض الغسل وتيممت لما في إزالة أيضا من إضاعة المال. هذه فقط بالنسبة للعروس، ليلة زفافها فإنها لا يجب عليها أن تخلل شعرها، إنما يكفيها أن تمسح على رأسها لما في غسل رأسها من إضاعة للمال، وهي مكلفة 1000 دينار 2000 دينار 3000 دينار. وقد ذهب الفقهاء إلى أن الرجل لو نزع خف رجله اليمنى فغسلها ثم هوى ليغسل رجله اليسرى فلم يستطع إزالة الخف، فهل يقطعه أو لا؟ قيل: لا يقطعه، ويمسح عليه لما في قطعه من تضييع للمال. فإذا راعى الفقهاء خفا لا يساوي 10 دنانير، فما بالكم
بمشطة تساوي آلاف الدنانير. فلهذا العروس لا تغسل رأسها، وكذلك إذا كان في بدنها كله طيب فإنها كذلك لا تغتسل وتتيمم. ولكن هذا الحكم يشمل المنقبات والمحجبات فقط، وأما غيرهن فيجب عليهن أن يغسلن رؤوسهن إذا كن يصلين، لأن هذا الحكم مرتبط بالقاعدة المعلومة، وهو أنه العصيان ينافي الترخص، العصيان ينافي الترخص، وهذه عاصية بكشف رأسها فلا يحل لها أن تمسح عليه، فلهذا لا يجوز هذا إلا بالنسبة للمنقبة أو المحجبة. وكذلك الرجل حتى الزوج. المسألة الأخرى بالنسبة كذلك للمرأة، إذا كان يشق عليها أن تغسل رأسها دائما وخاصة في الشتاء، فإنما يكفيها أن تخلل شعرها دون أن تفيض عليه الماء. المهم أن يصل الماء إلى البشرة، لأنه إذا كانت تغسل رأسها دائما قد يصيبها ذلك بالضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إن كانت تحتاج إلى أن تغتسل دائما فإنه يكفيها أن تخلل شعرها، وليس عليها أن تغسله دائما. من كانت برأسه علة لا يستطيع مع غسله وإنما يقدر على مسحه، فقال ابن رشد ينتقل إلى التيمم إذا خشي على نفسه، إذا خشي في غسل رأسه مرضا فإنه يتيمم. قال ابن عرفة بن عبد السلام الأظهر مسحه، لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب. شك موسى على جرحه فرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. فهذا هنا قولان في المذهب، أن من كان برأسه علا لا يستطيع معها غسل رأسه فقيل يتيمم، وقيل يعصب رأسه ويمسح عليه ويغسل سائر جسده. هذا بالنسبة لفرائض الغسل. الآن سنة الغسل سهلة جدا، سنة الغسل غسل يديه إلى الكوعين عند ابتداء الغسل قبل إدخالهما في الإناء مرة واحدة، وظاهر كلام الأشياخ أن غسلهما أولا سنة ثم يعيد غسلهما للجنابة، مثل غسل يديه إلى الكوعين في الوضوء، فإن يغسلهما أولا بنية السنية ثم يعيد غسلهما بنية الوجوب مع غسل يديه إلى المرفقين. ثانيا المضمضة مرة واحدة، لأن الفم من باطن الجسد فلا تجب المضمضة. ثالثا الاستنشاق والاستنثار كذلك. رابعا مسح سماخ الأذنين، أي ثقبة الأذنين وما عدا السماخ من جلد الأذنين مما يرى رأسه الوجه، فلا خلاف في وجوب غسله إلا ثقبة الأذن لأنها من باطن البدن. مندوبات الغسل عشرة. الراوي مندوبات الوضوء هي تقريبا مندوبات الغسل، هي تقريبا مندوبات الوضوء: الموضع الطاهر، استقبال القبلة، التسمية، تقرير الماء بلا حد وقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع أي 4 لتر، البدء بإزالة النجاسة عن فرجه وعن جسده وهذا بعد غسل يديه أولا على وجه السنية كما تقدم، وسادسا تثليث غسل رأسي أي أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا. قال في التوضيح: الفرض واحدة وليس في الغسل يندب، وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار إلا الرأس. سابعا تقديم أعضاء الوضوء، فيقدم أعضاء الوضوء استحبابا على غسل جميع بدنه لما كان
لأعضاء الوضوء من شرفنا ومزية على بقية الأعضاء. وإذا كان غسلها مرة في الغسل إذ لا مزية أو لا فضيلة في غسلها مرتين أو ثلاثا. وإذا قدم أعضاء الوضوء فإن له أن يقدم غسل رجليه لحديث السيدة عائشة، ولو أن يؤخر غسل رجليه لحديث السيدة ميمونة. والذين قالوا بتقديم حديث السيدة عائشة حتى لا يحصل تفريق في الوضوء، فمن شاء أن يقدم رجليه فيغسلهما في الوضوء، ومن شاء أن يؤخرهما إلى آخر الغسل. مرة واحدة لا مزية للتثنية والتثليث، ليس هناك فضيلة في التثنية والتثليث. شيخ يبدأ بالوضوء قبل غسل الرأس؟ بل سنأتي إلى الصفة المستحبة في الغسل. ثامنا البدء بأعلى البدن قبل أسفله، والتاسع البدء بالميامن قبل الميسر. صفة الغسل المستحبة هي التي روتها السيدة عائشة والسيدة ميمونة رضي الله عنهما. كيفية الغسل المستحب وهي من صفات أو من مندوبات الغسل صفة الاستحباب. قبل صفة الاستحباب هناك مرض موجود، مرض الكبار البروستات، وهو انسداد الذكر، وهذا الانسداد نتيجة لتراكم المني لسنوات وبقائه، فيحصل انسداد الذكر، فيحتاج الرجل إذا بلغ تقريبا 50 سنة أو أكثر من ذلك أو أقل إلى أن يقوم بعملية تسريح، وهذا نتيجة جهله بالغسل الشرعي. فمن ناحية طبية ينصح الذي يريد أن يطأ زوجته أن يشرب الماء قبل عملية الجماع، يشرب الماء ثم بعد الجماع يحاول أن يتبول حتى يخرج أو تخرج بقايا المني مع البول، ثم بعد ذلك يغسل فرجه، بمعنى مقدم بمعنى الذكر والدبر، ويستحب في مذهب مالك أن يصل بين السرة والركبة، لكن وإن كانت السنة هي غسل الفرج، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة مرة، يقدم رجليه أو يؤخرهما الخلاف المعروف، ثم يخلل رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل رقبته، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الأسفل أي إلى رجله، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر إلى أن يصل إلى رجله، وهكذا يتم الوضوء الشرعي. وهذه الصفة في الغسل هي كذلك صفة غسل الميت يوصل كذلك بهذه الصفة. إذا هذه صفة الوضوء بعد الغسل، الشخص يتوضأ بعد الغسل إذا خشي أن يمس ذكره، أو إذا مس ذكره فيجب عليه أن يتوضأ، لكن في هذه المرة ثلاثة وليس مرة المرة. موجبات الغسل أربعة: موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كمرة بفرج استشجار. فمن موجبات الغسل خروج المني الدافق بلذة، سواء جامع أو لم يجامع، المهم خروج الماء أو المني بلذة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. فالخروج هو بروزه من الذكر أو الفرج في حالة اليقظة موجب للغسل، سواء خرج بجماع أو بما هو دين دون الجماع كالمباشرة وغيرها، أو بغيره كأن خرج مثل بالنظر أو التفكر أو غيرهما، لقول الله تعالى: قل كنت جنبا فطهر. أما إذا لم يبرز المني بأن وصل إلى نصف أو إلى وسط الذكر فقط ولم يبرز فلا يجب الغسل، والمرأة كالرجل لا يجب عليها الغسل إلا بالبروز، فإذا برز منيها وجب عليه الغسل وإلا فلا. إذا المسألة الأولى خروج المني الدافق
بلذة أو بروزه فهذا موجب الوصل. أما خروجه بغير لذة فهو من نواقض الوضوء فقط. يستثنى من هذا أي المني الدافق النائم، فإن النائم متى رأى المني وجب عليه الغسل سواء شعر بخروجه أو لم يشعر، أو رأى في منامه أو لم يرى، فإن وجد المني في ثوبه وجب عليه أن يغتسل سواء كذلك حار بلذة معتادة أو بدون لذة، شعر بخروجه أو لم يشعر. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ولحديث أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في المنام ترى مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى المرأة وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يداك أو يمينك ومن أين يكون الشباب. ف بالنسبة للنائم إذا رأى في ثوبه منية فإنه يجب عليه الغسل مطلقا سواء خرج بلذة معتادة أو بدون لذة، شعر بخروجه أو لم يشعر بخروجه. من جامع ولم ينزل فاغتسل ثم خرج منه مني بأن كانت بأن لم يكن خروج المني مقارن للذة، يجامع ثم بعد فترة يخرج منه المني، ليس هناك اقتران بين خروج المني وبين الجماع. من جامع ولم ينزل بمعنى جامع وصل إلى اللذة ولم ينزل ثم خرج منه المني، ومن التذ بغير جماع ولم ينزل التذ بغير جماع ولم ينزل ثم أنزل بعد ذهاب اللذة فقيل بوجوب الغسل فيهما، أي في من جامع ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل، ومن التذ بغير جماع ولم ينزل ثم أنزل بعد ذهاب اللذة قيل بوجوب الغسل عليهما لأنه مستند إلى لذة متقدمة. وقيل لا غسل فيهما لعدم المقارنة ولأن الجنابة في الوجه الأول قد غسل لها، والثالث التفرقة فيجب الغسل في الوجه الثاني دون الأول، وهذا هو المشهور. فمن جامع أهله فاغتسل ثم خرج منه المني فإنه لا يجب عليه الغسل، ومن التذ بغير جماع فاغتسل ثم خرج منه المني فيجب عليه أن يغتسل. فما لأنه في الأول قد اغتسل لجنبته وهي واحدة لا تكرر الغسل لها ولو كان خروج المني بعد أن صلى في إعادته قولان. واختار ابن رشد المزي عدم إعادة سواء قلنا بوجوب الغسل أو سقوطه، وعلى سقوطه ففي الوضوء منه قولان أي بالوجوب الاستحباب. قال الباجي والظاهر بمذهب مالك أن الوضوء واجب. فمن اغتسل من جمع أهله ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل فيجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل، ومن التذ بغير جماع فاغتسل ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه أن الغسل. فخروج المني موجب في الحالة الأولى للوضوء لا للغسل. وكذلك المرأة إذا رأت مني زوجها إذا جمعها زوجها ثم رأت بعد فترة مني الزوج بعد يوم أو بعض يوم فإنه يجب عليها كذلك أن تغتسل. فخروج المني سواء منيها أو مني زوجها منها بعد غسلها موجب للوضوء وليس موجبا للغسل. الآن حالة الشك في المني، حالة الشك في المني. من انتبه من نومه فوجد بللا لا يدري أمني أم مني، فقال بعضهم المشهور وجوب الغسل كمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث فيجب عليه الغسل. فمشهور أنه يستغرب الغسل عن الوضوء كمن تحقق الجنابة. وقيل أنه يضيف إلى غسله الوضوء بناء على وجوب الترتيب في الوضوء، ولأن غسل الجنابة لا ترتيب فيه، ولكن المشهور أنه يغتسل فقط. من انتبه من نومه فوجد في لحافه بللا، فإن كان منيا غسل وإن كان مذيا غسل فرجه
وقال ابن نافع فإن شك فليغتسل. قال ابن يونس يريد احتياطا. الشخص إذا وجد في لحافه بللا وشك فيه فإنه يجب عليه أن يغتسل احتياطا ما دام لم يفرق بين المني والمذي. أما إذا فرق بين المني والمذي فإنه إن كان منيا فيجب عليه الغسل، وإن كان مذيا فيجب عليه غسل كامل الذكر دون الأنثيين وغسل موضع المذي. وكذا من انتبه من نومه فميز بين المذي والمني. وكذا من انتبه من نومه فوجد بقعة صغيرة فإنها تحمل على المذي ولا تحمل على المني، كأن وجد مثل بللا كرأس إبرة أو بللا لا يتجاوز الدرهم أو لا يتجاوز أقل من الدرهم 20 مثل فرنك، فهذا يحمل على المني ولا يحمل على المني. يحمل على المني ولا يحمل على المني لأنه مكان بقعة صغيرة جدا. من رأى في ثوبه احتلاما محققا أو مشكوكا فيه ولم يدر الوقت الذي خرج فيه اغتسل ويعيد الصلاة من آخر نوبة نامها، بمعنى أن الشخص إذا قام مثال فصلى الصبح ثم صلى الظهر ثم صلى العصر ثم عاد إلى بيته فوجد أثر مني في ثوبه لا يدري متى خرج منه ذلك المني، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر الصبح والظهر والعصر كل الصلوات التي من آخر نومة نامها. فلو فرضنا أنه صلى الصبح والظهر ثم نام ثم قام فصلى العصر ثم أراد أن يصلي المغرب فوجد منيا في ثوبه يعيد العصر فقط لأن آخر نومة نامها، ولو أنه ربما كان احتلما في الليل. دليل ما تقدم مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف ووجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل واصل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. فهذا دليل على أنه يعيد الصلاة من آخر نومة نامها. للمؤمنين صلاة صحيحة ما عندهمش شيء ولا يعلم بذلك لأنه صلاة صحيحة. إذا المسألة الأولى خروج المني. المسألة الثانية التقاء الختانين، فمجرد التقاء الختانين موجب الغسل سواء أنزل أم لا، فالمراد به تغيب حشفة الذكر أو قدرها ولو بحائل غير كثيف لا يمنع اللذة في فرج آدمي ذكر أو أنثى في قبل أو دبر حي أو ميت ولو كان الوضوء بهيمة وسواء أنزل أم لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل. ولحديث كذلك السيدة عائشة إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل. إذن المني ولو لم يجامع، والجماع ولو لم ينزل من موجبات الغسل الحيض ولو إن شاء الله. ثالثا الحيض ولو دفعة واحدة موجب للغسل بغير خلاف عند أهل العلم، وسنأتي إلى أقل الحيض الموجبة للغسل. وإن الموجب للغسل وجوده لا قطاعه، وإنما قطاعه شرط في صحة الغسل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بالاغتسال في أكثر من حديث، ففي الصحيحين أنه قال فاطمة بنت أبي حبيش وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي، ويؤكده قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، أي إذا اغتسلنا فمنع الزوجة من وطئها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها. واختلف مذهب بعد ذلك إذا كان متزوجا بذمية فهل يأمرها بالغسل أو لا، فقيل لا يأمرها بالغسل لأنها
لا تؤمر بالصلاة، وقيل أنها أنه يأمرها بالغسل لأن ذلك من حقه عليها، فلا بد لها أن تغتسل. يعني الحيضة موجب من موجبات الغسل، والموجب هو وجوده لا انقطاعه، وإلا فإن انقطاعه شرط في صحة الغسل إلى غيره. رابعا النفاس، وهو كالحيض لا خلاف في وجوب الغسل منه، ومن ولدت بغير دم ففي وجوب غسلها واستحبابه روايتان، وفي التوضيح أن الظاهر من الروايتين الوجوب حملا على الغالب. إذن هذه مسألة الحائض، كذلك النفاس إذا قطع نفاسها فيجب عليها الغسل، وكذا من ولدت بغير دم فالظاهر أنها تغتسل ولو ولدت بغير خروج دم. ما تمنعه الجنابة؟ ما تمنعه الجنابة؟ تمنع الجنابة ما يمنع الحدث الأصغر من صلاة وطواف وغير ذلك، ومس المصحف ولو جزءا منه، وتمنع أيضا قراءة القرآن. إذا تمنع الجنابة، تمنع ما يمنع الحدث الأصغر، وتمنع كذلك مس المصحف ولو جزءا منه، وتمنع الطواف، وتمنع الجنابة أيضا قراءة القرآن. موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال، والأولان أي الحيض النفاس والأولان يمنع والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران أي الجنابة والإنزال والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآن الجلاء والكل مسجدا. إذا يمنعان قراءة القرآن ويمنعان الأولان المسجد. الجنوب 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 لا يقرأ القرآن لا بالمصحف ولا ظهر ولا عن ظهر الغيب. لو أن يذكر موجودا قراءة القرآن ولو كان معلما أو متعلما إلا ليسير كالتعوذ لأجل النوم أو آية الكرسي أو الإخلاص، والمعوذتين لأجل رقية النفس أو للغير أو خوف أو لأجل استدلال على حكم، وذلك لأن الغالب من أقوال المسلمين ذكر الله تعالى والتعوذ، فكان فيه ضرورة إلى ذلك وفي منعه مشقة واستثنية من الميت. من الميت من لا حاض نفسها تقرأ القرآن، لكن المجنب لا. الحائض نفسها تقرأ القرآن لأنه لا يمكنها أن ترفع حدثها، بخلاف الجنب فإنه يمكن أن يرفع حدثه، فلما أمكن أن يرفع حدثه منع من قراءة القرآن. أما الحائض النفساء فلا يمكن أن ترفع حدثها، لهذا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا أن تمس القرآن إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة. كذلك تمنع الجنابة دخول المسجد ولو كان الداخل مجتازا فيه، ويجوز للجنب الذي فرضه التيمم مرضا أو سفرا ولم يجد الماء أن يدخله بالتيمم للصلاة، كما يجوز دخول المسجد إذا كان الماء داخله والدوران التي يحصل بها على الماء داخله. فالجنابة تمنع قراءة القرآن وتمنع دخول المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، أو أن تكون به ضرورة كخوف من لص أو سبع أو قاتل نفس، أو أن لا يجد الله، أو أنه لا يجد الماء إلا داخل المسجد، أو لا يجد ما يتيمم عليه إلا داخل المسجد، أو أنه لا يجد المال الذي يشتري به الماء إلا داخل المسجد، فيجوز له أن يدخل المسجد للضرورة والحاجة الداعية إلى ذلك. شيخ التيمم قبل دخول المسجد؟ إن استطاع أن يتيمم قبل دخول المسجد فهو أولى، وإن لم يستطع فيدخل المسجد. نعم؟ السجال. السجال. موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كمرة بفرج إسجال. الإسجال أي الإطلاق مطلقا. مغيب كمرة بفرج مطلقا. مطلقا. ونحن ذكرنا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا، ذكر أو أنثى، في قبر أو دبر، من آدمي أو بهيمة، مطلقا يوجب كثير من الأشياء. مغيب كمرة يوجب الغسل ويوجب الحد إذا كان منها في
الزنا ويوجب تماما ويوجب الإحصان ويوجب الصداقة ويوجب الإفطار ويوجب الكفارة تنبني عليه كثير من الأحكام. هذا ما يتعلق ب أكيد أكيد إذا كان مريض له أن يتيمم تجب للتيمم لأن التيمم فيه أربع أقسام. يستطيع أن يصلي على أجنبه مثلاً تبدأ بيت ولا هو مريض يتيمم تبدأ دينا بيت إذا شق عليه لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم فإن خاف على نفسه مرضا أو زيادة أو زيادته أو تأخر برد فإن له أن يتيمم وكذا إذا لم يوجد الماء الكافي للتيمم للغسل فإنه له أن يتيمم. الماء شديد البرودة ويخاف على نفسه المهم أن يخاف على نفسه فله أن يتيمم. لا يصلي في الجامعة. لا يصلي في الجامعة. مش بيصلي في الجامعة. خد وزير الجامعة بيجي. هو يتيمم. تيمم أنا أوجاع على من غائط أو لمست من النساء ولم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبة فتيمم بدل من الغسل ومن الوضوء يتيمم وصلي مع الجماعة. الموضوع بتاع يعني عدم سماح إغراق القرآن ظهر الغيب من مين نحنهم الذين تحت بالنسبة للجنب بالنسبة للجنب لأنه الذي على الجنب على حدث أكبر والقراءة القرآن لابد الإنسان أن يكون على طهارة قال شيء طهارة كبرى طهارة صغرى ما فيش إشكال أنه يقرأ من غير طهارة صغرى ولكن لا ثواب إلا في العبادة لابد أن يكون متوضئا فمن قرأ القرآن على غير وضوء ما عندوش ثواب. خاصة شيء طبعا ما عم بيتوقع بالضبط مثلا ليش ولا مثلا القرآن جمع راجل ولا مراكز راجل ولا مراكز كذا كان مصليش لو بدأ يجلس في القرآن جنجي ليش بيحفظ هو ما عندوش حكي حفظ القرآن مدام هو منها على جناب ما عندوش حكي حفظ وهذا من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهذا كلام الله تعالى ليس كلام بشر فلا بد أن يعظم وتعظيم قراءة القرآن تكون بالهيئة وبالحال فبالهيئة كان مالك إذا جلس للحديث تعطر وتطيب واغتسل كل شيء هذا تعظيم لحديث رسول الله فمن بالك بكلام الله تعالى فلا بد للشخص أن يعظم كلام الله تعالى بالتطهر وستر العورة وكيفية الجلوس والسماء والسماء بالحال وكل شيء على جنابه هذا من المندوبات ليس من الواجبات يتطهر لا في شو يعمل على يتعطل ويستر عورته الإمام مالك تفضلي الإمام مالك يحب تعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبخر المكان تعطل المكان لأن المكان ستعطل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيتعطل بالكلام ويتعطل بالعطر من المصحف هو على غير وضوء على غير وضوء لا ذهب الملكية أي قاعد يكرر على كل حال بالنسبة للملكية المصحف لابد فيه حتى طهارة الصور بس في المصحف لابد من طهارة الصور لا عن الملكية وعند جمهور العلماء طهارة الصور فرض في حمل القرآن فمن كان ناقض الوضوء فلا يجوز له أن يحمل القرآن ولو آية منه ولو بحاكل حتى الحمل لا يجوز حتى يتوضأ إلا إذا خاف عليه غرقا أو حرقا
أو إتلافا فإننا في هذه الحالة هو أن يحمله من مكان إلى مكان. شيخ إذا كان هو على جنابة ودخل في مكان يعني خاف فيه هو على جنابة يتلو القرآن وهو على جنابة ليخوف من سيرش ليخوف لا بأس بذلك. هذا في أحكام الغسل. بقي في كتاب الطهارة أحكام التيمم من حيث النفاس فقط، إذا لزوز أبواب في كتاب الطهارة فقط. كمان صار نعم صار مش نروح الوقت مش نروح الوقت مش في سنة ثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا من الحصة الماضية إلى ما يتعلق بمندوبات الصلاة، وذكرنا ما يندب في القيام من قراءة الفاتحة وفي الركوع وفي الركوع. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في بقية مندوبات الصلاة، والمندوب الثامن ما يندب في الجلوس. فيندب في الجلوس جلوس، يندب جعل الرجل اليسرى مع الإلية على الأرض وقدم اليسرى جهة الرجل اليمنى ونصب قدم اليمنى على اليسرى وباطن إبهام اليمنى على الأرض. وقد وردت الأحاديث صحاح في هذه الأئمة وغيرها، ورجح مالك قوله بعمل أهل المدينة. فالمندوب في الجلوس إقامة اليمنى وأصابعها إلى القبلة، واليسرى جهة اليمنى، والجلوس على اليمين. هذا التورك، والمذهب المالكي استحب التورك في الجلسات كلها بخلاف قول الجمهور، فإنه افتراش في غير الجلسة الأخيرة والتورك في الجلسة الأخيرة، لكن مذهب المالك استحب التورك في جميع الجلسات شيخ مذهب المالك لا يرى الاستراحة، لكن مسألة التورك يرى التورك في جميع الجلسات. يندب في الجلوس تفريج الفخذين للرجل بخلاف المرأة، وضع الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين، فيكره الالتصاق الركبتين في الجلوس، لكن في الجماعة الله المستعان. المندوب التاسع يندب الآن في التشهد، ويندب في التشهد عقد ما عدا السبابة، مكتوب السبابة والإبهام على كل حال. لا مش شغل هكا، عقد ما عدا السبابة هذه هك. لا شوف فما حالة في العقد سنأتي إليه. على كل حال هو عقد ما عدا السبابة، أنا هذه مش تكون بجانبي هكا لا هكا مش هكا هي هكا التحليل. سنأتي إلى مسألة ما عدا السبابة والإبهام. إيه هكا عقد ما عدا السبابة والإبهام من اليد اليمنى حال التشهد مع مد السبابة بجنب الإبهام كالمشار بها، لحديث علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. على كل حال مسألة السبابة معناها مسألة كيف يعقد، قيل تحليق في رواية بالتحليق، وفي رواية أنه كان يقبض على 53 وفيه أنه كان يقبض على 51، لكن متأخرين قالوا 51 وهي خاصة هي التحليل معناها تحليل أنا كأنه 51، لكن لا
هذه متأخرين قالوا الكلام هذا، لكن متقدمين ما قالوش 51، لأنه ما كانش الخمسة كانت هك ما كانتش، لكن كان يعقد على 53. و53 علاش 53؟ لأنه معروف أنه العرب عندما كانت تعد، العرب عندما كانت تعد الأعداد 1، 2، 3، 4 وبعد 5، 6 يتعمل كمان 6، 7، 8 10 هذه 10 هذه 20 هذه 30 هذه 40 وهذه 50 هذه 50 هكا 50 هكا 60 فكي تعمل هكا انت هذه قداش 50 لا هكا هكا 3 وتعمل هكا 50 هكا هو 53 كان يحمد على 53 هذه 53 هكا العرب كانت كانت هذه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 بعد كيف مش هذه 10 9 9 والله نسيت ما نتذكر هذه 10 20 30 40 50 60 70 فيصبح كده هكا العرب فكان هذه هكا 3 وهكا 50 فكان يقبض على 53 فهذا موجود هذا كتاب في كتاب الشوكاني اعتقد نسيت في الكتاب لكن في كتاب الشوكاني يبين فيه معنى مسألة كيف يقبض لكن عند المالكية يقبض ويمد السباب بجانب الإبهام مسألة يشير أو لا يشير هذه مسألة خلافية خلافية شيخ قول ابن مزيد ان يكون مناها الاصبع في اتجاه الوجه لا الاصبع في اتجاه قبله لكن هذا جانب الاصبع في اتجاه الوجه مش هكذا لانه هما هكذا وهما في مذهب هكذا باشاره شيخ اذا كان هكذا على قول ابن مزيد يكون بالاشاره اشاره من يمين الى اليسار قول ابن مزيد بيرون من يمين الى اليسار ويكون بالطريقة هذه من يمين يسار وإذا كان بالتحريف مش يعمل هكذا وإذا كان على مذهب الحنبلي مش يعمل كذا من غير ما يعمل برشا من فوق هكذا الخلاف مسألة التحريف وليس هناك حديث صريح صحيح بالتحريك أو بعدم التحريك لا يوجد حديث صحيح وصريح بالتحريك أو بعدم التحريك لكن في المذهب ذكرت مسألة التحريك ما نعرفش اللي ذكرت لنا كلمة ابن العربي سنأتي إليه كلمة ابن العربي في المسألة هذه على كل حال مش كيفية لا تعملها كم تتوانسى يعملها ما تعملش هكا حين يطب ما تعملش هكا صحيح بيخبر السنة ما يعمل هكا هكا لا هو هكا لا هو هكا 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 البرميز يعمل هكا مش لازم يشهد ينفي في الشهادة أو يشهد يعمل هكذا لا ما تجيش هكذا شوف يا على قول ابن زيد هكذا يا على قول ابن زيد الخيواني بهذه الطريقة وعلى وإلا على قول آخر بهذه الطريقة من أعلى إلى أسفل من أعلى إلى أسفل وإلا من يمين إلى يسار لكن مش يعمل كده هكذا فمش كل وقت يصل إلى الشهادة متى يشير بالتشهد عندما يصل إلى الشهادة أو في كامل الشهادة مسألة كذا الخلافية مسألة خلافية كان رسول الله يمشي والإشارة تقتضي التحريك وعدم التحريك لكن ما فيش دليل على أنه في تحريك أو في أو فيش عدم تحريك على وجه شيخ بسبب خلو مثلا هل الوظيفة شكلها يرون بالتشهد من حنكوش البضيم الحنكوش البضيم الحنكوش الانصار البضيم الشيعة يزوز من حنكوش يعني في مش قول في الأحناف يعني عدم التحريك عدم التحريك اللي في الشهادة يعني هذا الا في الشهاده يعني يفعل هكذا حتى اذا ذات الشهاده يفعل هكذا موجوده موجوده في الاشاره بالسبابه وتحريكها في التشهد وعدمه اربعه اقوال في الاشاره بالسبابه وتحريكها وعدمه اربعه اقوال الاول تحريكها في التشهد كله تحريكا وسطا تحريك وسط وهو المروي عن مالك العتبية
وهل يحركها يمينا وشمالا او لفوق وتحت؟ قولان في المذهب. الثاني استحباب الاشاره بالاصبع عند كلمه التوحيد اشهد ان لا اله الا الله، اشاره فقط. الاشاره ها يشير فقط يشير يشير كلام اشهد ان لا اله الا الله ما يحركش انا عميده. الثالث لا تحرك، يشير لا يحرك، وهو اختيار من العرب وغيره لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، وهذا قول عبد الله بن الزبير كان يشير ولا يحرك. قال ابن العربي إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد، ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية من رواية ابن القاسم في العتبية فإنها بلية، وعجب ممن يقول إنها مطمعة للشيطان إذا حركت. اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعا حرك لكم عشرا، إنما يرمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر. يعني ما هو في مقول إنها منها تتأول على أنها مطمعة للشيطان، فقول ابن العربي مش حديث هي خليك أنا أشد على الشيطان، لا ما فيش فيش تحريف، مش حديث صحيح صريح في التحريك، فمن اشاره ايه؟ هي اشد الاشاره، الاشاره هي التحريك، ما فيش دليل صحيح صريح في انه التحريك. على كل حال من حرك لا باس، ومن لم يحرك فلا باس بذلك، لكن فيش حديث يقول بالتحريك او حديث يقول بعدم التحريك. والرابع يخير ان شاء حرك وان شاء لم يحرك. كما يندب الدعاء للمصلي عقب الصلاة الإبراهيمية وقبل السلام بما شاء من خيري الدين والدنيا، ويندب الإصرار فيه كما في التشهد، كما يندب تعميمه للمسلمين لأن ذلك أقرب للإجابة، ومنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمتنا ولمن سبقنا بالإيمان، وأحسن الدعاء ما ورد في القرآن والسنة وما لم يكن فيه تكلف. دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة بداية موضعات، لا دعاء الاستخارة بعد السلام. بعد السلام. بعد السلام. دليل استحباب الدعاء ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. ليس محمد يجيب تليفون أهم شوية. السلام عليكم. لا بأس.